والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا في حلقة عنوان تفسير سورة الجن، لكي نفهم خاصة في بداية السورة الكريمة الكثير من الحقائق التي دخلت معظمها بالأوهام وبالأكاذيب وبالدجل وبتحضير الجن ووجود الجن وتلبس الجن و إلى آخره من الأكاذيب. طبعا التفسير سوف نعطيه بشكل إن شاء الله حضاري ومتميز، ونخاطب رجاء دائما كل حلقاتنا على الإطلاق، نخاطب أولي الألباب، أصحاب الفكر، أصحاب القناعة، وليس أصحاب النقل بدون عقل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ماذا نفهم من هذه الآية الكريمة؟ جاء الخبر بصيغة المبني للمجهول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه الشريفتين قادرة على رؤية الملائكة الكرام، لكنه لم يرى الجن على الإطلاق حسب هذه الآية رقم 1 من سورة الجن. قل، أي قل للناس، قل لأتباعك، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي قل للناس جاءني خبر أن الجن قد سمعوني. فلو أنه صلى الله عليه وسلم رآهم وهم حوله كادوا يكونون عليه لبدا على أكتافه الشريفة، فمن البديهي أن يراهم، هذا واحد. ثانيا، لو أن الجن يسكنون بالحمامات وأماكن الخراب والمقابر، فيفترض أن يسمعوا بالقرآن بشكل بديهي في مكة المكرمة. يعني لا يمكن أن يحصل في مكة المكرمة، وهي عبارة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي قرية صغيرة، أن يحدث خبر هائل هو الإسلام وظهور الإسلام وتقوم الدنيا في مكة ولا تقعد بين الإسلام وبين الكفار، والجن لم يسمعوا بهذا الخبر. إذن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنهم لم يسمعوا بمصادر التشريع الأخرى التي يحدثونكم عنها ليل نهار، سمعوا فقط قرآنا ولمرة واحدة فقط. الله جاء بهم خصيصا ولمرة واحدة فقط. إذن نلاحظ أن الخبر قد جاء بصيغة المبني للمجهول، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ولم يشاهد الجن أبدا. وحينما سألوه أرأيتهم يا رسول الله؟ قال لولا دعاء أخينا سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن سليمان عليه السلام أغلق الموضوع من بعده أبدا، هو رأى الجن ورأى الشياطين وتعامل معهم، الموضوع انقطع بعد سليمان. مع ذلك يأتي أصحاب فتوى وتقوى دوما يكفرون الآخر ويشتمون هذه الآية الكريمة، ليقول أحدهم إن أكل لحوم الجن حلال. والله يخجل طالب الروضة من قول هذا الكلام، فتوى رسمية وبشكل أساسي، وتناقلتها وكالات الأنباء أنه يجوز أكل لحوم الجن. طبعا هذا صاحب الطربوش يكفر الآخر ويشتم الآخر، أنه اللي بيفهم، هذا اللي بيفهم أقال إن أكل لحوم الجن حلال. اسمعوا لهذا الغباء. طيب لو أن الشيطان تشكل بصورة جاموسة وسقطت الجاموسة وذبح الناس ولم يعلموا أنها إيه؟ شيطانا، جزى أكلها أم لم يجوز؟ جزى أكلها. طيب أسمعتم لهذا القدر من الغباء؟ طبعا هذا عالم ومفتي ويتحدى القاصي والداني، بينما يقول غبي آخر يكفر هذه الآية ويكفر بهذه الآية، مع أنه يعتبر نفسه من أصحاب السنة وأصحاب الفتوى والتقوى، ويكفر ويلعن وإلى آخره. يقول إن رجل إنسي
قد صارع رجلا جنيا. يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن، اسمعوا إلى هذا المستوى من الغباء. لماذا؟ لأنه تكذيب لهذه الآية الكريمة. همهم الأساسي تكذيب الله تعالى. الله يقول ورسوله الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن على الإطلاق. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فلا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قابلهم، ثم يأتي غبي متخلف يشتم ويلعن ليقول أن الجن يتجسد. والكارثي أكثر من هكذا، يقول صراحة حسب ما تسمعون بهذه الفتوى أن الإبل مخلوقة من الشياطين. أيها الناس، والله خلق كل دابة من ماء، والشياطين خلقوا من النار. والله خلق كل دابة من ماء والإبل من الدواب للركوب وللأكل، والشياطين خلقوا من النار. إبليس يقول الله خلقته من طين وخلقتني من نار. أرأيتم هذا المستوى من الغباء؟ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ناقة القصواء التي هاجر عليها أصلا، فهل كان رسول الله يركب على جني؟ الإبل خلقت من الشياطين وليس من الجن أصلا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب شياطين. الصحابة الكرام في المعارك، حتى في معركة بدر وكذا، حينما يركبون الإبل يركبون على شياطين. أرأيتم هذا المستوى من الغباء؟ ثم يقول إذا تجسد الجن أو الشيطان بدابة وماتت أو ذبحناها فيجوز أكل لحمه. أنت على مستوى من الغباء عجيب جداً، لم يميز بين الأجساد بالدال والأجسام بالميم. قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فالجسد هو شكل فقط، ما في لحم، ما في عضلات، ما في هيكل عظمي. هؤلاء يسموا أجسام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. مستوى من الغباء. وليلا نهارا يتحدى الكيالي. مستوى مضحك ومستوى مقرف من الغباء. إذن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. دليل آخر، الجن لم يسمعوا برسالة عيسى عليه السلام، إذن ليس لهم أي علاقة أو احتكاك مع البشر، لأنهم سمعوا برسالة موسى وسمعوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم. ما قال ذهبوا، ولا بمعنى ذهب بعيدا. إذن ولا وتولى ذهب بعيدا. ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. سورة الأحقاف الآية 29 و30، يفترض أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد عيسى، لأن عيسى يقول بصوت الصف ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن لم يسمعوا برسالة عيسى عليه السلام. إذن واضح نفهم من الآية الأولى ومن الآية بصورة الأحقاف 29 و30 أن صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن على الإطلاق، والجن ليس لهم علاقة مع البشر. جاءوا ولمرة واحدة فقط، سمعوا قرآنا عجبا ثم ولوا إلى قومهم منذرين.
ليسوا عائشين في بيت عمر رضي الله عنه، مثل ما قال هذا المتخلف أن عمر رضي الله عنه قد صارع جنيا وصارعه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. يعني لا داعي إلى الإمام عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا يحتاج الإمام عمر إلى هذه الأكاذيب لكي نرفع من قدر ومكانة عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجن سمعوا بالقرآن الكريم فقط ولمرة واحدة فقط، ولم يسمعوا بما يسمى مصادر التشريع الأخرى، فهل إيمانهم ناقص وغير صحيح لأنهم لم يسمعوا بمصادر التشريع؟ إيمانهم أصح وأفضل وأرقى وأسلم من إيمان الإنس، سوف نرى بعد قليل لماذا. طبعا الجن غير الشياطين، الشياطين هم الجانب الكافر من الجن، وهم إبليس وذريته حصرا، قال تعالى بسورة الكهف: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. الميثاق الغليظ قلنا بين الله تعالى وبين الرسل والأنبياء وبين المؤمنين بالرسالات، ميثاق غليظ هو سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا وشرعنا، سمعنا وأجمعنا، سمعنا وأفتينا. إذن الجن آمنوا بمصدر تشريع واحد هو القرآن الكريم، لم يسمعوا حتى الآن ولا سمعوا بما يفتون لكم ليل ونهار مصادر التشريع. مصادر بالجمع، الجن سمعوا إلى مصدر واحد. إذن قلنا سمعنا وأطعنا، ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. اتقوا الله أن توجدوا مصادر تشريع أخرى حسب سورة المائدة رقم 7. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقالوا سمعنا وأطعنا، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة 285. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام سمعنا وشرعنا مصادر تشريع أخرى، سمعنا وأطعنا فقط، هذا هو الميثاق.